مش واجب يا حاجة كنت خدتني معاكي وانت جاية عشان أبارك لسرية؟ يخرب بيتك يا سيد. ابنك بقى في حضنك يا سرية. شفتي يا دلال؟ شفتي كرم ربنا؟ بسم الله ما شاء الله. تعالى حبيبي في حضني. ما أنا بردك زي أمك. صفصف. الو، ايوه يا جعفر. صوتك واطي كده ليه؟ اصل انا رحت عند الواد سيف في البيت والبيت لدلال طبت علينا. عرفت من ايه؟ مش مهم عرفت منين يا جعفر. بقولك عرفت منين يا ام؟ اكيد الواد سيد وقع معاها في الكلام، بس وحياد وحياد غلبتي عندك ما تعمل له حاجه، الواد مش ناقص يا جعفر. سيد عرف منين يا اما؟ اخوك ولازم يفرح له. خلي بالك من الواد يا اما، لا حد ياكل ولا يشرب من ايد دلال. سامعه؟ ايه يا واد انت مكبر الموضوع كده ليه؟ لا مكبر ولا مصغر يا اما، دلال اللي عامله كل حاجه. دلال قص البلاوي كلها. دلال اللي كذبت علينا وقالت لنا انها حامل وسقطت نفسها وهي ما بتخلفش يا اما. دلال اللي كانت مأجرة بلال شما يخطف الواد يا أم. محدش ياكل ولا يشرب من ايديها لحد ما اجي يا أم. خلي بالك من الواد، مش بعيد تقتله. صمتي. تعرفش يا سيف امك كانت عامله ازاي من يوم ما اتخطفت؟ صدق انك فاكرك ميت. ما تشرش عليك. ما تاكلي ابنك يا سرايا. يلا بسم الله كلنا مع بعض. خدي الاول من ايد خالتك دلال. خدي يا حبيبي. في ايه؟ مالك يا حاجه؟ مالك يا حاجه؟ في الواد. في ايه؟ مالك؟ استني نفسي. براحتك. ما هو كويس. الحاجه مالك؟ هات هات شويه ميه. نفسي. خدي يا خالتي، خدي اشربي ميه. صايمه ربنا.